حياكم الله فيما تبقى وجولة جديدة نطوف بها على عدد من قصص الساعة. تل أبيب إلى موسكو لتخفيف التصعيد مع طهران، ورأس الأسد تحت النيران الإسرائيلية. هدوء حذر يخيم على الباب عشية فوضى خلاقة بين رفاق السلاح. ودمشق تغرق مجددا بالأمطار، ومخيمات درعا تطوف مع سدودها. رقبتك بأيدينا، قد نطلق عليها النار في أي لحظة. قادة إسرائيل يخاطبون بشار الأسد بالألم نشرح، بالعبر الفصيح. ضمن قائمة الشروط التي وضعها بعض قادة إسرائيل للحفاظ على بشار الأسد، مثلا من الشروط إبعاده للميليشيات الإيرانية وفصائل يالي ثارات الحسين من سوريا، كما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي ونقلتها وسائل الإعلام الروسية. يتسق تصريح المسؤول مع تصريحات سابقة لتل أبيب، أشهرها لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشي يعلون الذي خاطب الأسد عام 2016 قائلا له: إياك وتحويل سوريا لقاعدة إيرانية، لأنكما ستصبحان معا خارجها. هكذا بكل بساطة يقول موشي يعلون، طبعا على الهامش، يعني ناقل كلام الصهاينة ليس بصهيوني. صبيحة هذه التهديدات المتواصلة، يخطف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطف نفسه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لتخفيف التصعيد مع طهران في سوريا. يبادر نتنياهو ويسرب عبر صحافته أن اللقاء سيبحث بشكل خاص التطورات الإيرانية من ناحية استجلابها لمزيد من القوات إلى سوريا، بالإضافة للملف النووي الخاص بها. هذا اللقاء هو اللقاء الثامن بين الرجلين. تريد تل أبيب من خلاله ترسيخ خطوطها الحمراء في سوريا، كذلك موسكو تريد هذا اللقاء لتعزيز التواصل والمشاورات وأحياء اتفاقيات التنسيق المشترك المهمة جدا لموسكو في سوريا.
بالتأكيد إيران على طاولة النقاش، الجميع ينتظر 12 من هذا الشهر، الجميع جنبا إلى جنب تسير التطورات الإسرائيلية الروسية الإيرانية في سوريا، وكلها لا توحي بهدوء مرتقب رغم لقاءات تخفيف التوتر. تنقل صحيفة جورناليزم بوست عن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق مشي يعلون، تنقل أن تل أبيب كانت في طريقها لإسقاط مقاتلة روسية فوق مرتفعات الجولان عام 2015 لولا أن الطائرة الروسية غيرت مسارها باتصال من مطار حميميم العسكري. يقول يعلون أنه أخبر الملحق العسكري الروسي في إسرائيل، يقول له لنا خطوط حمراء في النزاع الإسرائيلي، لا تضايقونا أرجوكم لكي لا نتدخل في عملكم. وكأنك يا أبا زيد ما غزيت، سلاح وقتلى من الفصائل وشهور من المعارك مع تنظيم الدولة حتى يتم تحرير مدينة الباب، بعدها تشكيل لمجلس محلي مدني منتخب من نخبة أهالي المدينة، تزامن هذا مع آلاف النازحين والمخيمات. لكن ماذا حصل بعد أن خرج التنظيم من المدينة؟ ماذا حصل؟ هذا ما حصل، انتهى كل شيء عندما قرر حامل السلاح تحريكه واستعماله داخل الأحياء وبين المدنيين، فتحول التحرير إلى استبداد جديد ومقتلة جديدة تعطل حياة الناس وتعيدهم إلى نقطة الصفر، الإخوة الملثمين المسلحين داخل أحياء مدينة الباب، اعتداء على طاقم مشفى، ثم تطور القضية واستخدام السلاح الثقيل، هو ذاته هذا السلاح الثقيل الذي سلم الكثير منه للنظام في المناطق المهجرة قبل أيام. ما يجري في مدينة الباب أصبح حالة يجب الوقوف عليها، وبالطبع لأن أساس الحرية والتحرر هم الناس، أهالي مدينة الباب تظاهروا وأضربوا تضامنا مع المعتدى عليهم، فكان لهذا الحراك المدني كبير أثر في القضية. نتابع. لم يتوجه هذا الرصاص ضد المدنيين أو الفصائل الأخرى في مدينة الباب، هذا فقط احتفال بوصول المهجرين من جنوب دمشق وريف حمص بالسلامة. لا تصدق المعلومة السابقة، هذا جزء بسيط من الاشتباكات المندلعة في مدينة الباب شرق حلب بين فصيل أحرار الشرقية ومجموعات من عائلة الواكي، والتي استمرت لثلاثة أيام قبل أن تتدخل قوات فصل سورية والجيش الحر لإيقاف المعركة
وكأنك تتحدث عن حرب أهلية مستمرة لسنوات. حواجز وقطع لأحياء واستخدام للسلاح الثقيل أبرز ملامح الاقتتال الأخير الذي اندلع دون أسباب واضحة إلا تلك المتعلقة بالنفوذ والسلطة على هذه المدينة التي تحررت من تنظيم الدولة العام الفائت. ليست إحدى الولايات الأمريكية، إنها أيضا مدينة الباب. أثناء دخول عناصر تابعة لما يسمى اليابا التابعة لفرقة الحمزات لإحدى المشافي والاعتداء على الطاقم هناك، لتفسر هذه الحادثة حالة الفوضى في إحدى المدن التي يفترض أنها تدار من مجالس مدنية برعاية تركية. ليست الصورة قاتمة بشكل كامل، فأهالي المدينة والنازحون إليها تضامنوا بشكل واسع مع المشفى المعتدى عليه، وقرروا التظاهر والاعتصام والإضراب أيضا حتى محاسبة المهاجمين والمطالبة بتفعيل دور الشرطة المدنية بدل هذا الوجود السلبي الكبير للفصائل. واقفين وقفة احتجاجية لينصلح أمر الشرطة وغير شرطة يعرفوا يستلموا مكان عمل صحيح، لا أما يتركوا ويروحوا ونحن قد المسؤولية. نعم، انتهت هذه الاشتباكات كما انتهت اشتباكات واقتتالات سابقة، لكنها بالعموم أصبحت عادة لدى من يحمل السلاح في مناطقنا دون رادع، ما يعيق بشكل كامل ولفترات متقطعة حياة المدنيين الصعبة أساسا. الآن الأخبار من تقول أنه عودة الاشتباكات أو عودة التوتر إلى مدينة الباب، الآن في هذه اللحظات يعود التوتر، يعود إطلاق الرصاص. نسأل الله السلامة لكل مدني موجود في هذه المدينة، وكذلك أن ينتهي هذا الإشكال. على السطح طبعا اسم جيش أحرار الشرقية إثر الاشتباكات التي شهدتها مدينة الباب شمال حلب. هذا أحرار الشرقية هو فصيل دخل الثورة من بوابة الجيش الحر في دير الزور، ضم أبناء المدينة من مقاتلين منشقين ومن مدنيين، وكغيره طبعا هذا الفصيل كغيره من فصائل الثورة لاكه الزمان ورماه مرة بمواجهة هيئة تحرير الشام ومرات بمواجهة تنظيم الدولة. ما تبقى من سيرة جيش أحرار الشرقية في هذا العرض؟
طبعا في المشكلة التي حدثت في مدينة الباب سيذكرني أهلي إذا جد جدهم وفي ليلة الظلماء يفتقدوا البدر. البدر الذي يفتقد في هذه الأثناء من هو بدر أحرار الشام؟ أحرار الشام متواجدة، أين دوره؟ لا أحد يلمحه. كذلك الجيش التركي أين دوره؟ لا أحد يلمحه. البعض يقارن، لماذا النجاح في إدارة منطقة عفرين رغم أنه يعني الجيش التركي لم يتواجد إلا من شهر، وفي الباب هناك فشل مستمر والمنطقة تحت السيطرة منذ أكثر من سنتين؟ لماذا هنا فشل وهنا نجاح؟ هذا سؤال يعني رسم الإجابة. ما تبقى مستمر، لكن بعد الفاصل. تلفزيون سوريا يحلق في سماء درعا، السدود تفيض على الأراضي الزراعية. مرحبا مجددا. تشهد سوريا بشكل عام ودمشق خاصة تشهد هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة نتيجة تعرضها لمنخفض جوي قد تفيض شوارعها مجددا وقد تطوف الأحياء. طبعا تسارع مديرية الأرصاد الجوية التابعة للنظام لتقليل من أهمية المنخفض الجوي المرتقب ودون أن توجد للمتضررين بدائل أو وسائل حماية وهم بالآلاف. النظام ماذا فعل؟ حشد فرقته الموالية في ساحة الأمويين في حفلة غنائية ساهرة لأنهم بزعمهم انتصروا على الإرهابيين، وقد يكون المطر من الإرهابيين، هذا والله أعلم. رقص وغناء وتهجير وطوفان، يعني الجماعة إذا نزل المطر يغنون، إذا فاضت الأمطار يغنون، إذا جرفت الأمطار والسيول بيوتهم يغنون ويرقصون. من الجو يبدو الأمر مذهلا، مياه السدود في محافظة درعا تفيض على الأراضي الزراعية وتشبعها بعد عطش طويل وقحط شديد. تلفزيون سوريا صور من الجو سدود مدينة درعا ووديانها، هذا طبعا سهل حوران، وهذا أشهر الأودية هو وادي الزيدي، طبعا هذا سد درعا. نعم سد جميل جدا. تلفزيون سوريا صوره من الجو، هذه لقطات حصرية لسد درعا وكذلك لسهول حوران، من لقطات حصرية لتلفزيون سوريا. جميلة طبعا هذه السدود، من لم يرها فاته الكثير. مع سدود درعا ووديانها نكون قد وصلنا إلى آخر قصصنا في حلقة هذا اليوم. غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق ما تبقى جديد. الآن إلى سهول حوران وديانها.